احنا تقريبا في كارثة. بابا بيقول ان هو خسر كل فلوسه وبقينا فقراء. عملت ايه؟ ازاي كل فلوسنا ضاعت؟ انا دخلت كل فلوسي في مشروع وخسر. انا حذرتك من المشروع ده كتير، وانت كنت مصمم لانك كنت عايز تضحك على الناس الفقراء، فربنا عاقبك وخلاك فقير زيهم. يعني خلاص كده بقينا فقراء؟ كده ما عندناش بيت ولا عربيات، ومن دلوقتي كل حياتنا اتغيرت. ونقلنا في بيت فقير جدا، وطبعا محدش فينا متعود ان احنا نبقى فقراء. بس اصعب حاجة ان بابا اتغير جدا، وبقينا نكره انه يرجع البيت لانه بقى عصبي جدا وعلى طول بيتخانق معانا. انا لازم اذاكر ومخليش الوضع الجديد اللي احنا عايشين فيه ده يأثر فيا. رضوى انا جعانة قوي. معلش يا حبيبتي انا كنت بذاكر، نسيت ان انتي لازم تاكلي. طب يلا انا جعانة قوي. طيب ممكن تستني ماما، هي قربت تيجي من برا وهي هتعملك اكل. لا مش هقدر استحمل لحد ما تيجي، انا جعانة قوي. ممكن تدوريلي على اي حاجة في التلاجة وتعمليها لي؟ ماشي تعالي نشوف يمكن نلاقي اي حاجة في التلاجة. ايه ده مفيش اي اكل خالص. هنعمل ايه يا رضوى انا جعانة قوي. اكيد ماما في السوبر ماركت، اكيد هترجع لنا دلوقتي وهتجيب لنا اكل. صدقيني يا رضوى انا مش قادرة استحمل، انا هموت من الجوع. بصي انا معايا فلوس بسيطة كنت عايناهم لحاجة، تعالي نطلع واجيبلك اكل. بجد انا هروح البس الجاكيت ونخرج بسرعة. الفلوس دي انا كنت هشتري بيها كتاب الانجليزي، مش مهم اهم حاجة اختي تبقى مبسوطة. ايه رأيك يا حبيبتي في الاكل؟ حلوة قوي. بس انتي مش بتاكلي ليه؟ مش مهم انا مش جعانة، المهم انتي تاكلي ويلا خلصي بسرعة عشان ورانا مذاكرة كتير النهاردة. شكرا قوي يا رضوى، انا بقالي كتير ما اكلتش اكلة حلوة كده. ايه رأيك بقى في الخروجة النهاردة والاكل؟ تحفة، عايزين نكررها كتير. ايه ده؟ ده صوت ماما بتعيط جوه، يا ترى في ايه؟ تعالي نشوف. لا استحالة اخليك تاخد الفلوس دي. بقولك ابعدي عني يا الا هتندمي. ارجوك الفلوس دي بتاعت مدارس البنات، ما تعملش كده. في ايه يا ماما؟ انا هاخد الفلوس دي، يعني هاخدها وامشي من قدامي. اه ايه يا بابا اللي انت بتعمله ده؟ تضرب ماما وكمان واخد فلوسها؟ بنت اوعى تقوليلي اعمل ايه ولا ما اعملش ايه. انت عايز تضرب ماما واقف ساكته؟ لا طبعا مش هعمل كده. يلا رجع لها الفلوس دي، اشتغلت كتير لغايه ما جمعتهم. مش هرجع لها حاجه وامشي من قدامي. بابا استنى. خلاص يا رضوى حصل خير، ما تكلميش باباكي كده. انت لسه بتدافعي عنه يا ماما؟ انت مش شايفه هو بيعمل ايه؟ مهما كان ده باباكي وما ينفعش تكلميه بالطريقه دي. انت مش واخده بالك يا ماما، بابا كل ما يرجع البيت يعمل معانا مشكله. دي اختي اميره بقت تموت من الخوف والرعب منه. لازم نلاقي حل يا ماما، مش هينفع نعيش معاه وهو كده. ادعي له يا حبيبتي ربنا يهديه. انا هطلع اعمل لكم اكل. لا يا ماما خلاص، انا اخدت اختي واكلتها بره. بنت انت جبتي الفلوس دي منين؟ اوعي تقولي ان انت صرفتي فلوس كتاب الانجليزي. مش مهم يا ماما فلوس الكتاب، انا هحاول ابيع اي حاجه من حاجاتي واشتري بالفلوس اللي هتجيلي الكتاب. في ايه بتعيطوا ليه؟ رضوى الحقيني، ماما اتخانقت مع بابا وسابت البيت ومشيت. ايه بتقولي ايه؟ ماما سابت البيت ومشيت؟ انا مش عارفه هي عملت كده ازاي، انا ما عملتلهاش اي حاجه. انت دمرت ماما ودمرت حياتنا كلها، وكمان دلوقتي بتعيط وعامل نفسك زعلان عليها. يا حبيبتي يا ماما. هي عرفت ازاي اللي انا بمثل؟ مش مهم انا جعان قوي، انا هروح اكل. هنعمل ايه يا رضوى؟ ماما هي اللي كانت بتصرف علينا، احنا كده مش هنلاقي ناكل.
ما تقلقيش يا أميرة، أنا هتصرف، أنا هدور على شغل بعد المدرسة. وفعلا لقيت شغل في حضانة، المرتب مش كبير بس هيقضي الأكل بتاعي أنا وأختي، لأن طبعا بابا عمره ما هيصرف علينا. أميرة يلا، أنا حضرتلك الفطار، يلا عشان هتتأخري على المدرسة. حاضر أنا جاهزة. يلا يا حبيبتي، أنا حضرتلك اللانش بوكس بتاعك. الله ده كبير قوي، شكل الأكل كتير النهاردة. شكرا قوي يا رضوى. يلا يا أميرة تعالي، أنا هوصلك للمدرسة النهاردة. ليه يا بابا، أنت عمرك ما وديت أختي المدرسة. عادي يا رضوى، أنا بحاول أتغير. طب كد يا بابا، ولا أنت بترتب لحاجة؟ لا طبعا، انا بحاول اعوضكم عن مامتكم وبحاول اكون قريب ليكم اكتر. بجد يا بابا، انا مبسوطه قوي انك بتحاول تتغير. يلا يا اميره تعالي معايا. الف الفين تلاته اربعه خمسه. ازيك يا بابا، ايه الاخبار يا بابا، وفين اميره؟ لا انت يا اميره الفتره الجايه بقى هي مش هتبقى معانا. شايفه الفلوس اللي معايا؟ اخيرا بقى معايا فلوس وسددت الديون اللي عليا. انا بقولك اختي فين، وايه الفلوس اللي معاكي كلها؟ ما تقلقيش على اختك، انا وديتها تشتغل في بيت ناس وادوني فلوس كتير قوي. ايه بتقول ايه، وديت بنتك اللي لسه طفله تشتغل في البيوت؟ انت كل همك الفلوس بس، انت لازم تقولي على مكانها حالا. انا هقولك على العنوان بس مش هتعرفي ترجعيها، لاني خدت منها 20,000 جنيه وصرفت 15 وباقي معايا 5. لو انت عايزه اختك اتصرفي انت بقى في الفلوس. انت ازاي تعمل كده في اختي، انا مش هرجع البيت غير لما يبقى معايا فلوس وارجعها. مش مهم، اهم حاجه اني معايا الفلوس. وبدأت أشتغل أكتر من شغلنا في نفس اليوم علشان أقدر أجمع الفلوس بسرعة. البيت ده اللي أختي موجودة فيه، أنا جمعت على قد ما أقدر بس ما قدرتش أجمع غير 10,000 جنيه بس. يا رب يرضوا ياخدوهم ويرجعوا لي أختي. تعالي يا أميرة شوفي مين اللي على الباب. أميرة وحشتيني قوي. وانتي كمان يا رضوى، شفتي بابا عمل فيا إيه؟ ما تقلقيش، أنا جمعت شوية فلوس واخدك معايا ونمشي. لأ مش عايزة أرجع أعيش مع بابا، الراجل اللي أنا بشتغل عنده أحسن بكتير، هو الراجل كبير ومش بيشوف بس طيب قوي. في إيه يا أميرة؟ مين معاكي؟ دي أختي يا فندم جاية تطمن عليا. طيب خليها تدخل تاكل أو تشرب حاجة. لو سمحت أنا عايزة أرجع أختي، أنا جمعت 10,000 جنيه من اللي بابا كان واخدهم منك، ياريت تاخدهم وتسيب لي أختي، أختي لسه صغيرة ولازم تتعلم وتروح المدرسة. غريبة، مع ان باباكي قال لي ان هي مش بتتعلم وانهم محتاجين الفلوس ديت عشان انت مريضه. كل الكلام ده كذب، بابا استخدم الفلوس في حاجات تانية، بابا كله همه الفلوس بس. غريب قوي باباكي ده، يبقى عنده بنتين زيكم ويسيبهم. على العموم انا مش هاخد منك فلوس، الفلوس دي استخدميها، ابداي حياتك انت واختك من جديد. بجد انت اطيب انسان شفته في حياتي، وصدقني كل يوم هنعدي عليك انا واختي ونساعدك في اي حاجه انت عايزها. شكرا لكم جدا، اهم حاجه تركزوا في دراستكم. مع السلامه يا اميره. مع السلامة، هجيلك تاني. رضوى أنا مش عايزة أرجع البيت تاني. استحالة نرجع البيت تاني، إحنا معانا فلوس دلوقتي، تعالي هندور على مكان نعيش فيه أنا وإنتي، نبدأ حياة جديدة بعيد عن كل المشاكل اللي إحنا شفناها في حياتنا. ولازم ندور على ماما ونخليها تعيش معانا، يلا تعالي معايا.